أسعد الله صباحكم مشاهدي متابعي شاشة زقرس الفضائية، التحية لكم ولزملائي من داخل الاستديو. رجعنا لكم فقرة ليش، فقرتنا تقول ليش الصوت أسرع بالليل؟ ابقوا ويانا حتى نعرف آراء الناس. ليش الصوت يكون أسرع بالليل؟ بسبب أشعة الشمس هي اللي تأثر. يعني عدم وجودها بالليل. هي طبعاً لين ماكو فالصوت يكون أسرع. ليش الصوت يكون أسرع بالليل؟ صوت أسرع بالليل يعني أي. صوت الإنسان. أي أو إنسان. أعتقد لأن الهواء قريبة من الأرض. الهواء. هذا شيء يؤدي. يعني يؤدي إلى سرعة الصوت. ليش الصوت أسرع بالليل؟ ليش الصوت أسرع بالليل؟ ممكن نقول الهدوء سبب؟ يؤدي إلى سرعة الصوت؟ أي احتمال. ليش الصوت يكون أسرع بالليل؟ لأن هدوء أكو، يعني أهدأ. إنه يكون هدوء فالصوت يكون أكثر، فطبعاً الصوت يطلع أسرع يصير. في النهار أكو طبقات تصير اختلاف الغلاف الجوي، أكو طبقات تصير بالنهار بسبب الظروف الحرارية وأجواء الرطوبة وغيرها، هاي تقلل من سرعة الصوت. بالليل هاي تكون أقل، فسرعة الصوت تصير أقل أو ما موجودة، الدرجة تقل. ليش مرات الرطوبة هم موجودة بالليل، بس قصدي درجة حرارة مرات موجودة بس مو مثل ما بالنهار تضرب على الأرض. نعم. الهواء يصير ساخن، هذا كله يعيق من عملية السرعة. ليش الصوت يكون أسرع بالليل؟ يعني الناس نايمة والطيور نايمة. أكو غير كلام؟ يعني ممكن الهدوء؟ طبعًا. يعني من يسكت شيء يبرز شيء. فالناس نايمة والحياة واقفة. فلهذا الصوت أقوى. ليش الصوت يكون أسرع بالليل؟ هلا ما في صوت أسرع بالليل ولا بالنهار، سرعة الصوت هي ذاتها. بس بتختلف بالليل إنه ما بكون في ضجة وعجقة، فكرمال هيك يمكن بتسمعه بشكل أسرع. يعني برأيك بسبب الهدوء؟ أكيد بسبب الهدوء، بس هي سرعة الصوت وحدة. ليش الصوت يكون أسرع بالليل؟ لأن الجو صافي وماكو ازدحام، ماكو سيارات شيء. نعم. إيه. هدوء. هدوء موجود، سرعة الصوت أقوى. نعم. وأسرع. طبعا وصلنا لنهاية الفقرة. شفنا آراء الناس، شفنا جوابهم، والجواب راح يكون ليش الصوت أسرع في الليل؟ في الليل تكون نسبة الحرارة في الهواء أقل مقارنة بمحتوى الحرارة في الهواء أثناء النهار، وتكون جزيئات الهواء أكثر نشاطاً أثناء النهار حتى تتمكن من الاهتزاز أكثر ودعم موجة الصوت للتحرك بشكل أسرع.